تخيلوا معايا على ان الرجال والاطفال الصغار كيشربوا هذا هرمون الانوثه، كارثه والله كارثه. متتبعي قناه بيت الصحه والسعاده، السلام عليكم. كاس الحليب في النهار، الكذبه اللي عشنا بها وكبرنا بها وبزاف منا مازال كتبقى مع وليداتو. شوفوا باش بلا ما نطول عليكم غندوز ديريكتومون صلب الموضوع، غير هو تبعوا معايا مزيان ونشوفوا واش مازال غادي تيقوا هذه الكذبه هذه، واش مازال غادي يحل لكم الحليب والمشتقات ديالو. ما كاينش شي حيوان كيشرب حليب فصيله اخرى، الحليب ديال البقر ماشي هو ديال الماعز، وديال الماعز ماشي هو ديال الابل، وديال الابل ماشي هو ديال الخرفان، وهادو كاملين اللي ذكرت ماشي ديال الانسان. كل حليب والمكونات ديالو، وكل حليب والتركيز ديال المكونات اللي فيه كتختلف على حليب اخر، والا رب العالمين كان يدير حليب واحد فيه نفس الخصائص للحيوانات والبشر. ناخذ مثال باش نفهموا مزيان. العجل الصغير فاش كيتزاد كيكون الوزن ديالو تقريبا 35 كيلوغرام، في ظرف 40 يوم ديال الرضاعه كيولي الوزن ديالو الضعف ديال الوزن اللي تزاد به، يعني 70 كيلوغرام. هادشي راه غير شهر و10 ايام كيوصل الوزن ديال الانسان بالغ، اما في سنتين كيولي كيدير عشرات الاضعاف الوزن اللي تزاد به. وشنو اللي كيوصلوا لهذا الوزن هذا؟ تبارك الله، الخصائص اللي دارها خالق الكون في الحليب اللي كان عايش عليه ديك المده كامله. وسبحان الله هذه المعلومه واش كنتو عارفين ولا لا، العجل الى عطاو الحليب بعد عامين ما كيشربوش، لانه صافي خدم منه داكشي اللي خاصه. وواحد المعلومه اخرى اللي غطرح عندكم واحد علامه استفهام اللي كبيره وكبيره بزاف، خداو حليب البقر ودوزوه في عمليه البصاره وعطاوه العجل الصغير يلاه تزاد. تخيلوا معايا في ظرف 3 اسابيع العجل مات. غتقولي واش هذا هو الحليب اللي كنشريو وكنشربوا حنا وليداتنا يوميا؟ هو هذا، غير بقاو معايا وغادي نطرقوا لهذه النقطه بالتفصيل. كاين اللي غادي يقول لي شات تخربيق، الناس كلها كتشرب الحليب وما وقع عليهم والو، بخير وعلى خير، فين هو المشكل؟ لا ما كاين حتى شي مشكل، غير هو الباحثين قالك بعد ما تزادت الضيقه ومشاكل الجهاز التنفسي والامراض الجلديه والسمنه والسرطان والتسممات عند الصغار والكبار، مع العلم ان هادشي ما كانش من قبل، بداو كيقلبوا على سبب انتشار هاد الامراض وداروا ابحاث على بزاف ديال المنتجات من ضمنهم حليب البقر. هاد البحث داروه بالولايات المتحده الامريكيه في سيتي اوف يونيفرسيتي اوف نيو سكول اوف بابليك هيلث. هاد التجربه داروا على 62000 مراه و45000 راجل كيفوق السن ديالهم 45 سنه. التجربه دامت 10 سنوات. اسمع معايا مزيان، لقاو على ان الناس اللي كتستهلك الحليب يوميا نسبه الوفيات عندهم تفوق بكثير نسبه الوفيات عند الناس اللي ما كتستهلكوش. وهذا البحث رد جاهم مصيبه كبيره في ميدان التغذيه، هادشي خلاهم يبداو يقولوا شنو كاين في هذا الحليب اللي خلى نسبه الوفيات ترتفع عند هاد الناس. شنو الفرق ما بين حليب الحيوانات وحليب الانسان؟ اول حاجه البروتين اللي كاين في الحليب فيه جوج ديال الانواع، الوي بروتين والكازين بروتين. الوي بروتين هو اللي كاين في الحليب ديال الامهات، وهذا النوع هو اللي كياخذوه الناس اللي كيديروا كامل الاجسام زعما لا ميسكولاسيون. بروتين سهل في الهضم وزوين كينمي العضلات وما كيطلعش الانسولين، الثمن ديالو كيكون غالي شي شويه، علاش؟ لانه ما شاء الله شي حاجه زوينه. اما الكازين بروتين اللي كاين في الحليب ديال البقر مصيبه بكل المقاييس. هاد الكازين فاش كنستهلكوه كيولي بحال شي ماده لزيجه كتبقى تلصق بالجدران ديال الامعاء وما كتخليهمش يقوموا بالدور ديالهم. المهم كيعد بالمعده اولا في الهضم، وفاش كيدوز الامعاء كيكمل هذاك الشيء اللي بقى. زائد ان هاد الكازين بروتين في الابحاث اللي دارت لقاو على انه مرتبط بزاف ديال الامراض، منها سرطان البروستاتا عند الرجال، عنده تاثير على حساسيه الصدر، كيدير ليكزيما، كيدير لاسيونيزيت، كيدير حب شباب. حق حب شباب يساوي كازين، عندك حب شباب بغيتي يمشي حيد الكازين، حيد الحليب. والوعره هو ان هذا الكازين كيمشي لواحد الريسبتر هذا الاسم ديالهم الكازيمورفين، كاينين في المخ. شنو هما هاد الكازيمورفين؟ هادو مستقبلات ديال الادمان، هادشي اللي كيخلي بعض الناس يكونوا مدمنين على الفرماج، كاين اللي مدمن على الياورت، كاين اللي مدمن على العصائر ديال الحليب، وكاين اللي مدمن على الحليب نفسه. حتى لدابا راني باقي كندوي غير على ماده الكازين اللي هي ماده من المواد اللي كيتكون منها حليب البقر. ولكن سمعوا معايا هادي مزيان، هادي انا متاكد غتخليكم مصدومين. واش تصدقوني اللي قلت لكم ان حليب البقر كيدير هشاشه العظام؟ ويلي، الحليب على حسب ما قالوا لينا فيه الكالسيوم، والكالسيوم كيقوي العظام وكيساعد على النمو. تماما فيه الكالسيوم، غير هو هذه المعلومه ديال الكالسيوم معلومه قديمه، اكل الدهر عنها وشرب. اللي ما قالوش لنا هو ان هذا الحليب حيمضي شديد الحموضه، كيوصل حتى 6.5. فاش كيدخل للجسم، الجسم خاصو يعادل هذه الحموضه، الوغ كينوض كيصايب لنا واحد المركب قلوي من الكالسيوم اللي كاين في العظام، وكيولي في عوض ما يزودنا بالكالسيوم، كيولي كيخرجوا من العظام وكيدوزوا للدم باش يعادل الحموضه اللي كاين في الحليب. عكس تماما حليب الام اللي ما هو حمضي ما هو قلاوي. اش بان لكم؟ نكملوا واخ، ندوز دابا للمصيبه اللي كبار من هادشي كاع. الحليب اللي دوينا عليه حتى لدابا حليب البقر الطبيعي، يعني البقر اللي كيرعى وكيتحرك. دابا اجي نشوفوا الحليب الغير طبيعي، وهو اللي منتشر دابا في الاسواق وكنستهلكوه لا حنا لا وليداتنا. تخيلوا معايا ان في 50 او 60 عام للاخرى عدد الابقار في العالم نزل للنص، والحليب في العالم تزاد 3 الاضعاف. واخا تقدر تقولي فين هو المنطق هنا؟
مهم انا نقول لكم اش كيديروا. كي تقول البقر الاستروجين والغروت هرمون اللي هما هرمونات الانوثة وهرمونات النمو، وفي طبيعة الحال فاش كنشريو الحليب والمنتجات ديالو كناخدوها عامرة وكنوليو كنستهلكوا هاد الهرمونات بلا ما نحسوا. تخيلوا معايا على ان الرجال والاطفال الصغار كيشربوا هاد هرمون الانوثة، كارثة والله حتى كارثة. اش كيوقع في هاد الحالة؟ البنات الصغار كيبلغوا في سن مبكر، حسب احصائيات سن البلوغ في العالم وصل ل 9 سنين حتى 10 سنين، شي حاجه اللي كتخلع. هادشي بلا ما ندوي على سرطان البروستات وسرطان المبيض والعجز الجنسي. اما هرمونات النمو غادي تقولوا لي مزيانه حيت كتعاون على النمو. اه كتعاون على نمو الابقار ماشي بنادم. الباحثين فاش صايبوها صايبوها على قبل البقر ماشي على قبلنا، ونجيو في الاخر ونقولوا ما عرفتش منين جانا فشل الكلاوي، ما عرفتش منين جاتنا السمنه، منين جانا السرطانات والعياذ بالله. اه كنت غادي ننسى واحد الحاجه اللي مهمه، هاد البقر هذا عايش في الاسطبلات ومسدود عليه، فاش كتجي شي عدوى بحال الانفلونزا او جنون البقر كلشي كيتعادى وكيولي مفروض على السلطات يقتلوا هاد البقر كامل. لهذا ابغ دوك الهرمونات كيعطيوهم مضادات حيويه باستمرار، واللي حتى هي كنشربوها مع الحليب وحتى هي مصنوعه على البقر ماشي البنادم. واصلا الا كانت مصنوعه على البنادم وخديتيها وانت ما عندك والو كتهجملك على البكتيريا الصديقه اللي كاينه في الجسم ديالك وكتقتل لك المناعه الطبيعيه اللي عندك في الجسم. واحد المصيبه اخرى اللي هي الاي جي اف الانسولين جروث فاكتور، هذه الماده كيعطيوها للبقر باش يعطيك حليب اكثر اضعاف مضاعفه، ولقوا على انها من اكبر الاسباب سرطان الثدي والاكزيما وجميع الامراض او الحساسيه الجلديه ومرض السكري. هادشي بلا ما ندوي على العلف اللي كيعطيوهم اللي كيكون شبعان مبيدات واللي بدوره كنشربوه حتى هو مع الحليب. المهم مصيبه بكل ما في الكلمه من معنى، هذه ماشي ماده غذائيه، هذا سم كيقتل فينا بشويه بشويه. اتقوا الله في راسكم وفي ولادكم، ولا عندكم اي تساؤل خليه لينا في تعليق اسفل الفيديو، راني كنجاوب على جميع الاسئله بدون استثناء. وخليكم على خير والى فيديو اخر مع ماده غذائيه جديده في امان الله.